قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله تعالى: ولو كانوا أولي قربى. ولو كانوا أولي قربى، هذه الجملة يراد منها الاحتراز، فإن المحبة الطبيعية قد تقتضي بأن يدعى في هذا القريب بالمغفرة، وذلك لدواعي المحبة الطبيعية أو محبة القرابة. فلما جاءت هذه الجملة احترز من أن يفهم هذا المفهوم، فإن الآية لو جاءت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لظن أن لذوي القربى حقا، فجاء التأكيد لإزالة هذا المفهوم الذي قد يفهم من هذه الآية. ومن ثم فإن النهي إذا كان منصبا في حق القريب فغير القريب من باب أولى.